الزميل العزيز احمد المسير. يا ابو حميد مساء الفل عليك يا حبيبي، والله لا خليك تنغض كاميرا قسما بالله. برحب بيك زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. من هنا من قلب الدوحه لا استطيع ان اصف لك فرحه الجماهير السعوديه وايضا التونسيه عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني، وايضا تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي واللي قدم خلاله الحقيقه مباراه اكثر من رائعه. لكن خليني اقول لك عزيزي زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، يمكن بمجرد نهايه مباراه المنتخب السعودي مع المنتخب الارجنتيني يمكن نزل عشرات الالاف من الجماهير السعوديه وايضا العربيه الى شوارع الدوحه للاحتفال بهذا الفوز التاريخي. لكن خلينا ارصد لك الحقيقه الفرحه كبيره، يعني يمكن يتواجد عدد كبير جدا جدا من الجماهير السعوديه والمغربيه والتونسيه والمصريه والقطريه ايضا موجودين بيحتفلوا بهذا الفوز، فوز المنتخب السعودي التاريخي على المنتخب الارجنتيني وايضا تعادل المنتخب التونسي على المنتخب تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي. حصلت بعض المداعبات واحنا موجودين دلوقتي ما بين الجماهير السعوديه وايضا الجماهير الارجنتينيه، بتسالهم كان ميسي فين النهارده، ميسي ليه ما كانش موجود في الماتش. الحقيقه كانت مداعبات طريفه لكن كانت في جو اكتر من رائع. خلينا نشوف انطباعات الجماهير ورايهم في الانجاز اللي حققه النهارده المنتخب السعودي، الفوز التاريخي على المنتخب الارجنتيني. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف 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 مبروك للأخضر السعودي. أنزين، فوز صراحة نستحقه، لعبنا مباراة كبيرة وهذا الفوز نهديه لكل العرب. أنزين، وشكرا البليهي، أقسم بالله طناخي البليهي، مرجلة يا البليهي، أقسم بالله أشكرك يا البليهي. قول لي رأيك كيف فوز المنتخب النهاردة المنتخب السعودي، وتوقعت أن المنتخب السعودي يفوز على منتخب بحجم المنتخب الأرجنتيني؟ أول شيء أبارك قيادتنا سيدي الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وبارك لكل العرب والسعوديين. دائما العلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مرتفع وخفاق دائم ولا بينزل. وهذا رأيك النهاردة في الفوز اللي حققه المنتخب السعودي والتعادل أيضا اللي حققه المنتخب التونسي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه من الشعب المغربي، ولو اني عندي الرايه مصريه، تحيه للشعب. مبروك مبروك اليوم الفوز للسعوديه، والله الا فرحونا. نفس الشيء المنتخب التونسي حتى هو يفرحنا بالتعادل، ودعواتكم معنا غدوه ان شاء الله في الماتش ديال المغرب ان شاء الله. دعوات معكم. قول لي توقعت ان المنتخب السعودي يفوز النهارده؟ والله ما توقعت صراحه، كنت اتوقعها هزيمه بالسبعه بالثمانيه، فلما تيجي الملعب وتفوز على الارجنتين المصنف انه يجيب البطوله شيء تاريخي. قول لي انت وانت موجود في الملعب كان في موقف كده مع انخيل دي ماريا، الاسره بتاعته اللي كانت موجوده في ملعب اللقاء. اي نعم، كانوا مصدومين جدا، يعني متوقعينهم يبارون منتخب مستوى المانيا او منتخب برازيل مش السعوديه، يعني ما شاء الله اداء عالمي جدا، شرفون اللعيبه، لعبوا بمرجله وبروح. نبارك للشعب السعودي وكذلك كل العرب صراحه، كلهم فرحانين زينا، فالف مبروك وشكرا لكم. فقدم مصر صراحه في هذه البطوله. مين اللي عجبك النهارده في المنتخب السعودي؟ والله كلهم كلهم نجوم، بما فيهم العويس الحارس والدفاع البلاي، والله يشفي ان شاء الله ياسر الشهراني صراحه ابدع، وطبعا اللي سجل الهدف الثاني سالم الدوسري صراحه ابدع، ابدعوا ابدعوا الشباب كلهم والله، حتى الاحتياط، حتى نواف العابد، كل اللي حضر صراحة أبدع والله. فوز تاريخي النهاردة للمنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني؟ نعم، إنه فوز تاريخي ومستحق بكل جدارة، دعوات كل العرب معنا الحمد لله. المنتخب السعودي في الدوحة عطاهم دوخة، ميسي مرشح الأول لللقب، فالسعودي خط أحمر وقف الانتصارات. أيوة. قول لي رايك النهارده في الدعم والمسانده العربيه للمنتخب السعودي في مباراه من اجمل المباريات اللي قدمها المنتخب السعودي. والله طبعا كل العرب اللي هنا موجودين في قطر مره ما قصروا مع السعوديين، وصراحه احنا انا هذه المباراه هذه احنا الفوز نهديه لكل العرب الموجودين، وهذا شيء ما كان متوقع ابد، وان شاء الله ان شاء الله بنطلع دور 16 وان شاء الله نقدم مستويات رائعه باذن الله. بقول لك زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، خليني اقول لك يمكن ان يعني معكر صفه الانتصار النهارده التاريخي للمنتخب
السعودي على المنتخب الأرجنتيني هي إصابة النجم ياسر الشهراني اللي الحقيقة أصيب بكسر في الوجه ويستدعي إجراء جراحة عاجلة. يمكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بنقل الشهراني بطائرة خاصة إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة. يمكن دي كانت أبرز الأخبار والكواليس بعد الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني وأيضا التعادل المشرف للمنتخب التونسي مع المنتخب الدنماركي. والآن تعود لك الكلمة زميل عزيز إبراهيم عبد الجواد، اتفضل.